سر انجذاب المرأة للرجل لم يصبح لغزاً بعد الآن، فقد كشفت مجلة فيميل التابعة لصحيفة ديلي ميل البريطانية أن المرأة تميل للرجل بحسب لون عينيه. فكشفت الدراسة يا نادين هلا بنشوف والتي نشرتها المجلة أن المرأة تنجذب للون العيون الداكنة، وهي أول وأسرع مفتاح للشعور بالميل نحو الرجل، والباقي قد يكون أهم لكنه يأتي فيما بعد. الدراسة وصفت العيون أنها أكثر سمات الوجه تعبيراً، لأنها طريقة لمعرفة ما إذا كان شخص ما ينجذب إليك، أو يمكنك أن تعرف مشاعره الحقيقية قبل النطق بأي كلمة. تبحث النساء عن ذوي العيون الداكنة من الرجال، وانجذابهن يغير طبقا للون العينين بشكل رئيسي. أما سبب الانجذاب يعود مرجعه للسلف الأول للإنسان الحالي، فقد ذكر أن لون العيون الداكن كان الأكثر جذبا عبر التاريخ. تنجذب النساء عادة إلى من يذكرها بأحبابها كالأهل، وتعود هذه العادة إلى نشاط الهرمونات المسؤولة عن الانجذاب، والعيون هي أكثر سمات الوجه تعبيرا. أما الشاعرات فكشفنا هذا السر من زمن بعيد، فنسجنا كلماتهن وجعلنا أبيات الشعر لعيون الحبيب. ومن هنا الشاعرة سعاد صباح حين قالت: لون عينيك أي نهر في ربع عينيك يجري، أي كوثر، أي لون يتجلى فيهما، الله أكبر. صباح العربية سأل بعض الفتيات في مصر ماذا يجذبكن في الرجل؟ النتيجة مع مراسلة صباح العربية ندى حجازي. ايه اول وابسط حاجه تجذبك للراجل؟ اول حاجه تلفت نظري الشوز، عشان بتبين نظافته وذوقه في اللبس، لانه تكون خفيفه مش اوفر يعني. لو ولد يكون مثلا شكله مهندم، ما يبقاش مثلا قايم من نومه نازل على طول، لا يعني يكون في استعداد له ان هو نازل يتعامل مع الناس وبيشوف ناس وبيتعامل، فدي حاجه بتلفتني ان هو بيكون واخد ريست كده قبل ما ينام. قبل ما يصحى. انا بصراحه لون عيني يعني بحس ان اكتر حاجه بتلفت لو اللون كمان بيبان قوي في الشمس، فاهمه، بيحسسني ان حاجه حلوه قوي، فبحب افضل سبحانه فيها شويه لحد ما اعرف تفاصيل عينته عامله ازاي. سنان. So for me, I will look into his clothes and his shoes. ومن سيدني ينضم إلينا الباحث في علم النفس الإيجابي الدكتور خالد حماد. دكتور أهلا بك معنا في صباح العربية. يعني أهلا وسهلا. يسعد صباحك. أنا ونادين اتفقنا أنه أول ما يلفتنا هو قامة الرجل الطويلة. الدراسة تقول أن العيون أول مفتاح لانجذاب الطرف الآخر، ما رأيكم بهذه الدراسة؟ هي يسعد صباحك وصباح كل المشاهدين، أشكركم جدا على استضافتي اليوم. وحقيقة الدراسة كانت تتكلم على العيون، ولكن حسب الانترفيو اللي شفناها مع بعض المتابعين كانوا بيتكلموا على أمور أخرى. الجيد في أو خلينا نشوف شوية الفني أنه الدراسة بتتكلم على العيون، والعيون هي يمكن بعد البانداميك بلشت هي الوحيدة اللي تكون باينة من بعد الماسك. لكن حقيقة الموضوع هذا له أبعاد مختلفة أخرى في مرحلة انجذاب الأنثى للذكر بشكل عام وما يلفتها فيه. طبعاً بيتحكم فيها مجموعة عوامل مختلفة، منها أكيد الكالتشر. كوني موجود في بلد غير عربي بيختلف الكالتشر اللي فيه وبيختلف أمور الانجذاب. لكن حقيقة يمكن أكثر ما يفسر أو ما يبرر الدراسة اللي خاصة بالعيون إنه العيون هي بوابة الروح وهي مفتاح أسرارها. إذا الواحد بده يعرف حقيقة شعوره أو مشاعره تجاه أي حد بيشوف يعني من العيون. لا تستطيع أنك أنت يعني تكذب واحد أو حتى طيب تستطيع دكتور. أنك أنت
يعني دكتور هذا لدى الجنسين لبعض، يعني حتى من الرجل للمرأة ينظر لعيونها، هيك الدراسات عم بتقول. لكن اليوم حتى نكون واقعيين، هل النساء دكتور خالد أكثر ما يلفتهم بالشكل المظهر الخارجي أم بعد ذلك مثلا نحكي على الشخصية والأمور الأخرى؟ يا صحيح، طبعا هي الدراسة كانت بتتكلم على لفت الانتباه والانجذاب. فأول ما يجذب طبعاً هو بيجذب بعض الصفات الشكلية، لكن ما يهم المرأة لاحقاً بعد اللفتة الأولى واللي هي الانجذاب عادة بيكون موضوع مهم جداً، وهو حاجة أساسية لدى كل الإناث، وهي الشعور بالأمان. الشعور بالأمان هو الذي يجذبها تجاه واحد ويخليها إنها هي يعني تأخذ في الخطوة اللاحقة، أو إنها هي ما يعني شو اللي بيخليها طيب إنها هي تنجذب إلى شخص آخر؟ تختلف حسب الكلتشر وحسب العادات، لكن أول ما يجعل أي أنثى أنها تنجذب تجاه أي شخص عادة بيكون إما أنه يكون له صفات لها علاقة بالوالد على سبيل المثال، أو بالأخ، أو بأحد المقربين اللي بيمثل يعني مكانة عليا. طب هنا السؤال دكتور، يعني دكتور خالد، البعض بعض الخبراء في هذه الدراسة قالوا إن أكثر ما يجذب المرأة في الرجل بعد الشكل هو ما يشبهها فيه وما يذكرها بأحبائها، أبوها وأخوها مثل ما قلت. هل بالفعل هذا يحصل؟ نعم، هو طبعاً لأنه هذا بيكون مخزن من البداية وهو بيكون مثل أعلى، فهذا المثل الأعلى بيكون هو الدافع لإلها في البحث بشكل لا إرادي، اللي هو العقل اللاواعي بيكون هو هذا الموديل. لكن هو هذا أحد الأطراف. الأحد الأطراف الأخرى اللي هو الميديا. الميديا لما هي بتحط إطار معين للشكل المثالي للشاب اللي ممكن تجذب هي فيه. فيمكن في وقت من الأوقات يمكن ما كانت العيون الداكنة. في أحد المسلسلات التركية الشهيرة مثلا زي مهند، كان هو الستايل الغالب للإنجذاب، بس أكيد بعد فترة إذا بتتغير هاي المواصفات في الميديا تبدأ تتغير بالتالي عند الفتيات. طيب يا دكتور، إذا بدنا نحط مثلا هيك النقاط الذهبية، أكثر ما يبرز ويلفت الرجال في النساء، شو ممكن نعددهم هيك سريعا مثلا نقاط ذهبية إذا حبينا نحكي؟ يا هو أول شيء المظهر. أو شكلي أنا عكست الموضوع دكتور، بس للتوضيح، يعني أكثر ما نحن بيلفتنا في الرجال، صح؟ هيك صحيح؟ يس يا يا أول ما يلفت الأنثى في الذكر عادة هو الشكل العام، الهيئة، وهي تحمل موضوعين، يا إما أنه يكون الشكل هذا له علاقة بعوامل نفسية عاطفية، أو له علاقة بعوامل، يعني هو دائما تسعى الأنثى لمن يشعرها بالأمان، يا إما الأمان العاطفي في مدى تفهمه وحنيته وقربه لإلها، أو الأمان نفسه الفيزيكال، وهي هاي مرجعيتها لأساس الإنسان نفسه اللي هو صاحب الشخصية اللي دائما موجود، اللي في حضوره تشعر بالأمان. فعامل الأمان، يعني هل هذا ما يبرر ويفسر يا دكتور إنه النساء بدهم رجال طوال القامة؟ طوال القامة، عراض المنكبين. بالضبط. كل ما كان عريض المنكبين كل ما كان بيعطي انطباع بأنه هذا السند القوي الذي يمكن الاعتماد عليه. هذا في أول الشكل مباشرة. شكرا جزيلا، حدثنا من سيدني الباحث في علم النفس. شكرا على استضافتي الإيجابي دكتور خالد حمادي، هلا فيك. شكرا جزيلا.